خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك المغرب. وصول التوأم السيامي الفلسطيني إلى مطار القاعدة الجوية بالرياض. الجوازات تفعل خدمة إيصال جواز السفر بعد تجديده آلياً عبر منصة أبشر بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة. أمير جازان يوجه بمحاسبة المسؤولين عن الحفل الغنائي المختلط ويقرر إغلاق المنتزه السياحي وإيقاف جميع الفعاليات والأنشطة. وزير التعليم يوجه رسالة لقادة المدارس والمعلمين بالتأكيد على أهمية الانضباط المدرسي في الأيام التي تسبق الاختبارات. الضمان الصحي يلزم مقدمي الخدمة بوضع لافتات إرشادية. مكتب الاختراعات الأمريكي يسجل اختراع مبتعث سعودي للدكتوراه. 50,000 ريال قروض فورية لمشاريع الاستثمار من المنزل. عملة البيتكوين الرقمية تخسر ثلث قيمتها في أسبوع، وهي أكبر خسارة لها منذ أكثر من 5 أعوام. جازان عصابة ترشد عن أماكن إخفاء سيارات مسروقة بعد وقوعها بيد الأمن.